السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا شباب؟ رجعنا لكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت الناس كلها تصلي على النبي وتنزل حالا تعمل لايك واشتراك للقناة الحياة ايزي ومشاركة. النهاردة معانا ضيف جديد عادل، ومعانا جنى. أصعب تحدي ده، التحدي ده يا جدعان تحدي بقى، أكيد كلكم سمعتوا عنه وعارفين التحدي ده، إن إحنا هيسألوا سؤال وتعد لحد ثلاثة عشان الوقت لازم يكون قصير، وهنحط البنانة في قدام فوقنا. هي دي اول، لو عدت لحد ثلاثة واحنا ما جاوبناش هتفرقع البالون، ومعانا طبعا بالونين كتير. ماشي، يلا هنبدأ معاك عادي. اول سؤال، ونسيت اقول لكم معايا ام ورا الكاميرا، يلا هتسألنا الأسئلة. لاعب بحرف الألف. واحد، اتنين، تلاتة، فرقع ايه ده؟ عمار. لاعب بحرف الكاف. كريم بنزيما. تمام. عادل خد بالونه تاني. عمار كمان سؤال على ما يجيب بالونه. هسأل سؤالين كده اربعه. لاعب بحرف السين. واحد، اتنين، تلاته. حيوان بحرف التاء. واحد، اتنين، تعبان. تلاتة، ثعبان بالسه. فرقعي. سؤال كمان، سألتين سؤالين ورا بعض. عادل. عمار، جماد بحرف الباء. استنى، يعني ايه جماد؟ جماد بحرف الباء. الب. واحد، بصلة. اتنين، بس دي جماد. تلاتة، ده نبات. فرقع يا جنى. برسيم، مفهوم برسيم. يا جماعة جربوها وربنا شديدة أوي. أخويا مش عادي يا جدعان، والله صعبة صعبة، مش سهلة. عادل، جماد بحرف الميم. أنا جماد. جماد تلاتة، خلاص تعدي تلاتة. واحد، اثنين، ثلاثة. أنا أقول ماسورة. ماسورة. ماسورة إيه؟ ماسورة جماد. قلت جماد. ما هو ماسورة جماد. ماسورة جماد. أنا جاوبت على سؤال تاني. اسم بلد بحرف الألف. واحد، أتلانتا. اثنين، ثلاثة. مين أتلانتا دي؟ أتلانتا. أتلانتا. ماشي، سؤال تاني. بص البنين قد إيه؟ عمار، جماد بحرف اللام. انا تاني ليه؟ جماد بحرف اللام. واحد، اثنين، ثلاثة. افتكرت. بس خد بقى اللي انا من الكبار دول. مش عادل. عادل. العرب على بعضينا. جماد بحرف العين. واحد، اثنين، ثلاثة. لا دي كبيرة. مش عادل يا شباب. يا شباب. جامدة أوي. آخر بالونة يا جماعة. عمار. لاعب كرة بحرف الميم. ميسي. ميسي. لا لا لا. ميسي يا بنت. عادي. حيوان بحرف التاء. انا. استنى خلاص، ثلاثة عدت ثلاثة. استنى، لا استنى، عرفت. عدت ثلاثة. كده زول. اثنين، ثلاثة. اديله يا جنى. لاعب كرة بحرف الكاف. كريستيانو رونالدو. لاعب كرة بحرف الفك. فيسي. واحد، اثنين، ثلاثة. يلا يا جنى. استنى، فاروق جعفر. فاروق جعفر. والنبي خلاص. ما ينفعش. لا ما ينفعش. طب انت كنت بتدي عدل وقت كتير. لا ما ينفعش. استنى. فاروق جعفر انت كنت بتدي عدل وقت كتير والله. صح يا شباب، كنت بتدي وقت كتير. ما اسم الحياة
الحيوان الأكتم الذي لا يخرج أي صوت. شلون حاجة؟ حيوان ما بيطلعش صوت خالص. واحد اتنين مش فاهم. ثلاثة حيوان اسم حيوان ما بيطلعش صوت. واحد اتنين اسم الحيوان الأكتم. واحد اتنين تلاتة تلاتة وراب فرق عشرة. واحد اتنين تلاتة زرافة. ازيكم يا شباب؟ عاملين لعبة كاسم خلاص. وصلنا الان نهاية الفيديو. احنا بقى الاقسام انا وعادل مش قادرين نقف. والله صعبة يا جدعان جدا. جربوها كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.